السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، الأمل والوفاء. صف الصورة التي أمامك. هناك تلاميذ تلعب وتلميذة حزينة وتنظر إلى الأرض وتستند إلى عكازيها. نبدأ الدرس. استندت أمل إلى عكازيها ومضت إلى آخر صف مكتئبة حزينة، وفقرات الحفل تتتابع من لعبة سباق الكراسي الموسيقية إلى فرقعة البالونات بالأرجل إلى سباق الجري، وفي نهاية كل فقرة تصفق وتتقاطر من عينيها الدموع. وكانت على مقربة منها إحدى المعلمات التي وقفت منها في حنو بالغ تمسح دموعها وتربت على كتفيها. استندت أمل إلى عكازيها، أي اعتمدت عليه. اعتمدت على عكازيها. استندت أي اعتمدت على عكازيها ومضت إلى آخر صف مكتئبة حزينة. رجعت إلى آخر صف وهي حزينة، وفقرات الحفل تتتابع من لعبة سباق الكراسي وفرقعة البالونات بالأرجل إلى سباق الجري، وفي نهاية كل فقرة تصفق وتتقاطر، أي تسقط قطرة قطرة. يبقى تتقاطر من عينيها الدموع، أي تسقط قطرة قطرة. وكانت على مقربة منها إحدى المعلمات التي وقفت منها في حنو بالغ. كانت في معلمة لاحظت أن هي حزينة ورجعت لورا ووقفت منها في حنو، أي في عطف، عطفت على حالتها. تمسح دموعها وتربت على كتفيها، أي تضرب ضربا خفيفا، مراد إظهار الحنو. فقد أدركت المعلمة ما يجول بذهنها. وما يجول بذهنها؟ يجول بذهن هذه التلميذة أنها لا تستطيع الجري ولا تستطيع اللعب مع زملائها، فهي حزينة لذلك بسبب عجزها. وبعد انتهاء الحفل صحبت المعلمة أمل إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة وقالت لها: تعالي معا نتعلم لعبة جديدة. فابتسمت في خجل وقالت: إنني لا أستطيع اللعب، وأشارت إلى رجليها العاجزتين. إبا في الفقرة دي أدركت المعلمة ما يجول بالذهن أمل. وبعد انتهاء الحفل، انتهى الحفل وخلص، صاحبة المعلمة أخذت أمل إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة وقالت لها: تعالي معا نتعلم لعبة جديدة. فابتسمت في خجل، يعني لعبة اللي تتعلمها وهي ماشية على عكازين، وقالت: إنني لا أستطيع اللعب، وأشارت إلى رجليها العاجزتين. ولاحظ يا أبناء التلاميذ إن بين كل ما حد يجي يتكلم وقالت لها نحط نقطتين رأسيتين، وفي نهاية الجملة نقطة. نتعلم لعبة جديدة، خلصت الجملة في نقطة، وبين الجملة والجملة في فاصلة. فابتسمت في خجل، لسه ما خلص الكلام، وقالت، اذا الجملتين مرتبطتين ببعض ففي فصل في النص، وقالت برضو بعد القول نقطتين رأسيتين. الفقرة اللي بعديها: ابتسمت المعلمة وقالت: انت تلميذة ذكية ويمكن ان تجيدي كثيرا من الالعاب، سأتحدث مع والدتك مساء اليوم وأقنعها بالموافقة على اشتراكك في النادي. شكرت أمل المعلمة ومضت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. وفي اليوم التالي توجهت إلى النادي مع والديها، واستقبلتهم المعلمة بالترحاب، ثم أخذت بيد أمل بعد أن ارتدت ملابس السباحة وبدأت معها أول درس من دروس السباحة. وتتوالى الدروس، وفي كل يوم تبث فيها المعلمة الأمل والإصرار
على التفوق، وتتقدم أمل بخطى وثابت يدفعها الأمل والرغبة في التفوق. نشرح مع بعض الفقرة يا أبنائي. ابتسمت المعلمة وقالت: أنت تلميذة ذكية ويمكن أن تجيدي كثيرا من الألعاب. طبعا في الوقت ده أمل تعجبت: هي الألعاب اللي أنا أجيدها ورجلي عاجزة؟ سأتحدث مع والدتك مساء اليوم وأقنعها بالموافقة على اشتراكك في النادي. شكرت أمل المعلمة ومضت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها وكيف ستشترك في الألعاب. وفي اليوم التالي توجهت إلى النادي مع والديها واستقبلتهم المعلمة. كيف استقبلتهم المعلمة؟ بالترحاب. وماذا بعد ما استقبلتهم المعلمة؟ أخذت بيد أمل بعد أن ارتدت ملابس السباحة. يبقى الرياضة التي مارستها أمل هي رياضة السباحة، وبدأت معها أول درس من دروس السباحة وتتوالى الدروس. وفي كل يوم تبث فيها المعلمة الأمل والإصرار، تبث فيها الأمل والإصرار، تعطيها أمل وإصرار على النجاح والتفوق. وتتقدم أمل بخطى وثابة يدفعها الأمل والرغبة في التفوق. نلاحظ يا أبنائي أن كلمة ابتسمت الألف ما عليهاش همزة، ما تحتهاش همزة. أيوة أنطقها ابتسمت، ولكن ما ينفعش أحط همزة. ليه؟ لأن دي ألف وصل. طب أعرف أفرق إزاي في الكتابة بين ألف الوصل والألف التانية اللي هي همزة قطع وهمزة وصل؟ أحط قبل الكلمة واو. لو الألف اتنطقت معايا يبقى دي ألف قطع، همزة قطع، وإن سقطت وسط الكلام فهي همزة وصل. طب نجرب مع بعض. وابتسمت، وابتسمت، سقطت الألف، يبقى إذن دي ألف وصل، ما ينفعش أحط عليها همزة. كلمة أنت، الألف عليها همزة، الألف عليها همزة. طب نجرب. وأنت، ينفع أسقطها؟ وأنت لا، لازم أثبتها. وأنت، فإذا هي ألف قطع، همزة قطع، لا بد أن توضع الهمزة على الألف. ونلاحظ أيضا بين القول وقائله، وقالت نقطتين الرئيسيتين: أنت تلميذة ذكية ويمكن أن تجيدي كثيرا من الألعاب. وقالت أنها ستتحدث مع والدتها مساء اليوم وأقنعها بالموافقة على اشتراكك في النادي. شكرت أمل المعلمة ومضت تفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. وفي اليوم التالي توجهت إلى النادي مع والديها واستقبلتهم المعلمة بالترحاب، ثم أخذت بيد أمل بعد أن ارتدت ملابس السباحة. ارتدت يعني لبست، لبست ملابس السباحة، وبدأت معها أول درس من دروس السباحة وتتوالى الدروس. وفي كل يوم تبث، أي تبعث فيها المعلمة الأمل والإصرار على التفوق والتقدم. وذات مساء تلقت أمل اتصالا هاتفيا يحمل نبأ محزنا: لقد أصيبت معلمتها في حادث سيارة نقلت على إثره إلى المستشفى. لقد كان وقع هذا الخبر عليها مؤلما، لأن للمعلمة مكانة كبيرة في قلبها. وسرعان ما جففت أمل دموعها واصطحبت والديها إلى المستشفى لعيادة معلمتها. يبقى سرعان ما جففت يعني مسحت أمل دموعها. في المساء تلقت أمل اتصالا هاتفيا يحمل نبأ محزنا. إيه النبأ المحزن؟ المعلمة التي أحبتها أمل وتعلقت بها لقد أصيبت بحادث سيارة نقلت على إثره إلى المستشفى عقب الحادث. إثره أي عقب أو بعد، إلى المستشفى. وكان هذا الخبر مؤلم، لأن للمعلمة، لماذا كان الخبر مؤلما على قلب أمل؟ لأن للمعلمة مكانة كبيرة في قلبها. وسرعان ما جففت أي مسحت أمل دموعها واصطحبت والديها إلى المستشفى لعيادة معلمتها، لعيادة أي لزيارة معلمتها. وفي اليوم التالي كان موعد التدريب فلم تؤجله، ومضت وفي ذهنها كلمات المعلمة: لا تنسي يا أمل ما اتفقنا عليه وما وعدتيني به. وأتمت التدريب بهمة ونشاط
وبعد عام وقفت أمل على منصة التتويج تستند إلى عكازيها لتتسلم الميدالية الذهبية وسط حشد من الجماهير، ونزلت من فوق المنصة لترتمي في أحضان معلمتها في مشهد رائع يعبر عن الوفاء. نعم، يعبر عن الوفاء، لأن هذه هي المعلمة التي اجتهدت وتعبت معها، فهي نزلت تقدم لها الشكر وتوفي بما فعلته معها. يا أبناء التلاميذ، وفي اليوم التالي كان موعد تدريب فلم تؤجله، ومضت وفي ذهنها كلمات المعلمة التي قالتها لها، وأتمت التدريب بهمة ونشاط. وبعد عام وقفت أمل على منصة التتويج تستند إلى عكازيها لتتسلم الميدالية الذهبية وسط حشد من الجماهير، ونزلت من فوق المنصة. المنصة مكان مرتفع، والجمع مناص أو منصات، لترتمي في أحضان معلمتها في مشهد رائع. رائع يعني جميل، والجمع رائعون وتنفع روع، يعبر عن الوفاء. أضف إلى معجمك اللغوي، استندت اعتمدت عليه، تتقاطر تسقط قطرة قطرة، تربت تضرب ضربا خفيفا، والمراد إظهار الحنو اللي هو العطف، إثر عقب أو بعد، جففت نشفت. منصة مكان مرتفع، منصة مكان مرتفع، والجمع منصات أو مناص. رائع جميل، والجمع روع ورائعون. ما تنسوش يا أبناء التلاميذ الاشتراك في القناة، وإن شاء الله نقوم بشرح الدرس عبارة عن إجابة وسؤال. الأمل والوفاء. أين جلست أمل في حفل المدرسة؟ جلست أمل في حفل المدرسة في آخر الصف. على ما استندت أمل في مشيها؟ استندت أمل إلى عكازيها. ما سر اكتئاب أمل؟ لأنها كانت عاجزة فلم تستطيع أن تشترك مع زملائها في فقرات الحفل. ما هي فقرات الحفل؟ سباق الكراسي الموسيقية، وفرقعة البالونات بالأرجل، وسباق الجري. صف حال أمل وهي تشاهد فقرات الحفل. كانت أمل تتابع فقرات الحفل وهي مكتئبة حزينة. لماذا اقتربت المعلمة من أمل؟ لتحنو عليها وتمسح دموعها وتربت على كتفيها، لأنها عرفت ما يجول في ذهن أمل. إلى أين اتجهت المعلمة وأمل بعد انتهاء الحفل؟ إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة. ماذا طلبت المعلمة من أمل؟ طلبت المعلمة من أمل أن تأتي معها لتتعلم لعبة جديدة. لماذا تعجبت أمل عندما طلبت منها المعلمة تعلم لعبة جديدة؟ لماذا تعجبت؟ مين هيجاوب من التلاميذ؟ طيب شوف الإجابة. تعجبت أمل عندما طلبت منها المعلمة تعلم لعبة جديدة لأنها عاجزة ولم تستطع اللعب والجري. لماذا تحدثت المعلمة مع والدة أمل ومتى؟ تحدثت المعلمة مع والدة أمل لتوافقها على اشتراك أمل في النادي، وكان ذلك في المساء. يبقى متى كان ذلك في المساء؟ فيما كانت تفكر أمل، كانت مشغولة وتفكر في النادي واللعبة التي ستشترك فيها. ما الرياضة التي مارستها أمل؟ طبعا رياضة السباحة. ما الذي تبثه المعلمة في أمل؟ بثت المعلمة في أمل
الأمل والإصرار على التفوق. ما النبأ الذي تلقته أمل هاتفيا ومتى؟ النبأ هو إصابة معلمتها في حادث سيارة ونقلت على إثره إلى المستشفى، وكان ذلك ذات مساء. كيف كان وقع الخبر على أمل ولماذا؟ كان وقع الخبر على أمل مؤلما، لأن المعلمة كان لها مكانة كبيرة في قلبها. إلى أين اصطحبت أمل والديها ولماذا؟ اصطحبت أمل والديها إلى المستشفى لزيارة معلمتها. لماذا لم تحضر المعلمة التدريب؟ لأنها أصيبت في حادث سيارة ونقلت إلى المستشفى. كيف أتمت أمل التدريب؟ أتمت أمل التدريب بهمة ونشاط. ما الجائزة التي حصلت عليها أمل؟ الجائزة التي حصلت عليها أمل الميدالية الذهبية. على ما يدل اتجاه أمل إلى أحضان معلمتها بعد التتويج؟ يدل على الوفاء، على حبها لها وارتباطها وتعلقها بمعلمتها يدل على حبها لها وارتباطها وتعلقها بمعلمتها ووفاء بجميلها. أنشطة القرائية. كلمة حنو، المعنى عطف، المضاد قسوة. طب النوع اسم ولا فعل؟ طبعا اسم، لأن هي تقبل الألف واللام. الحنو اسم. الجملة: وقفت المعلمة من أمل في حنو بالغ، حنو شديد. شبكة المفردات لكلمة النادي. طبعا النادي في ألعاب رياضية، سباحة وكرة قدم وكرة سلة وألعاب. بعض أنشطة الكتاب والجواب عليها. استمع إلى الفقرة ثم أجب. الماء نعمة كبرى من نعم الله على عباده، وما أعظمها من نعمة، فهو كما قالوا عنه اللي هو الماء سر الحياة. لذلك حافظوا على قطرة الماء يا أصدقائي، ولا تسرفوا في استخدامه، فوالله ليحاسبن الله الإنسان على كل قطرة ماء أهدرها. فهل وعينا أهمية هذه النعمة؟ استخرج، طبعا أكمل الجدول للجملة. نوع الأسلوب: استفهام. هندور على أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام هو عبارة عن سؤال يسبقه أداة استفهام وفي النهاية علامة استفهام. هنا علامة الاستفهام وهنا أداة استفهام. فهل، هل وعين، فهل وعين أهمية هذه النعمة. طيب أسلوب أمر. أمر في فرق بينه وبين النهي، وهتشوف الفرق لما نجيب أسلوب النهي. طب أمر هنا: حافظوا على كل قطرة ماء. أسلوب نهي. أسلوب نهي: ولا تسرفوا في استخدامه. لا، هناك بعض التلاميذ يختلط عليها الأمر في أسلوب الأمر وأسلوب النهي. لا، ولكن أسلوب النهي يبدأ بأداة نهي لا، لا تسرفوا، ولكن أسلوب الأمر ليس بها أداة. حافظوا يبدأ بفعل أمر مباشر. أسلوب نداء. نداء: يا أصدقائي. طيب أسلوب قسم. أسلوب تعجب: ما أعظمها من نعمة. وينتهي أسلوب التعجب بعلامة التعجب. نشاط 7: لاحظ الكلمات وأكمل الجدول كالمثال. الكلمات مكتئبة: نبأ، أمل، تؤجل، مؤمن، بدأ، مطمئنة، أجل. طيب جدول: همزة في أول الكلمة، وهمزة متوسطة على الواو، وهمزة متوسطة على الياء، وهمزة متطرفة. الهمزة في أول الكلمة أمل، وإيه كمان؟ أجل، ماشي. الهمزة المتوسطة على الواو تؤجل، وإيه كمان؟ مؤمنو.
الهمزة المتوسطة على الياء أو على نبرة، مكتئبة ومطمئنة. الهمزة المتطرفة نبأ وبدأ. وهناك قاعدة للهمزة بإذن الله يكون لها درس خاص. بعد عام وقفت أمل على منصة التتويج تستند إلى عكازيها. بعض الأسئلة على الدرس، وهذه الأسئلة لن يخرج عنها الامتحان بإذن الله. إذا جاء الدرس في الامتحان فلا يخرج من هذه الأسئلة. بعد عام وقفت أمل على منصة التتويج تستند إلى عكازيها لتتسلم الميدالية الذهبية. وسط حشد من الجماهير ونزلت من فوق المنصة لترتمي في أحضان معلمتها. هات مرادف حشد وجمع منصة ومضاد نزلت ومفرد أحضان. مرادف يعني معنى، معنى حشد جمع. طيب جمع منصة منصات، مضاد نزلت صعدت، مفرد أحضان حض. لماذا استحقت أمل الميدالية الذهبية؟ لأنها تعبت وتدربت بهمة ونشاط وأصرت على التفوق. في أي مجالات الرياضة تفوقت أمل؟ طبعا في مجال السباحة. أعرب ما تحته خط. طيب أول كلمة، بعد عام وقفت أمل. كلمة أمل كيف نعربها؟ قبلها فعل وقفت. طب مين اللي وقفت؟ أمل. يبقى أمل فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. على منصة التتويج، طبعا منصة التتويج قبلها كلمة نكرة، والكلمة دي ما توضح اللي قبلها، يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. وسط حشد من الجماهير، من الجماهير من حرف جر، يبقى اللي بعد حرف الجر دايما اسم مجرور وعلامة جره الكسر. وفي نهاية كل فكرة تصفق وتتقاطر من عينيها الدموع. وكانت على مقربة منها إحدى المعلمات التي وقفت منها في حنو بالغ تمسح دموعها وتربت على كتفيها، فقد أدركت المعلمة ما يجول بذهنها. دي فقرة ممكن تيجي أيضا في الامتحان والأسئلة عليها. هات مرادف تربت ومضاد حنو ومفرد الدموع وجمع فقرة. مرادف تربت أي تضرب ضربا خفيفا والمراد إظهار الحنو. مضاد حنو قسوة، مضاد حنو قسوة. مفرد الدموع الدمعة، جمع فقرة فقرات. ماذا كانت تفعل الفتاة في نهاية كل فقرة؟ تصفق وتتقاطر من عينيها الدموع. ماذا كان يجول بخاطر الفتاة في هذا الموقف؟ أنها عاجزة عن اللعب بسبب رجليها. ماذا فعلت المعلمة معها بعد نهاية الحفل؟ صاحبت المعلمة أمل إلى غرفة الأنشطة بالمدرسة. أعرب ما تحته خط. في نهاية كل فقرة، كلمة فقرة تعرب مضاف إليه. ليه؟ أي كلمة بعد كلمة كل فهي مضاف إليه، يبقى فقرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. وتتقاطر من عينيها الدموع، هنشوف الفعل تتقاطر. تتقاطر إيه اللي ما يتقاطر؟ الدموع. نسأل الفعل ما الذي يتقاطر من عينيها؟ الدموع. يبقى الدموع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كانت على مقربة منها، على حرف جر، إذن اللي بعد حرف جر اسم مجرور وعلامة جره الكسر. إحدى المعلمات، إحدى المعلمات، المعلمات مضاف إليها مجرور وعلامة جره الكسر، التي وقفت منها في حلو. ماشي، كلمة المعلمة، فقد أدركت المعلمة، مين اللي أدركت المعلمة؟ يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. وذات مساء تلقت أمل
تلقت أمل اتصالا هاتفيا يحمل نبأ محزنا. لقد أصيبت معلمتها في حادث سيارة نقلت على إثره إلى المستشفى. لقد كان وقع هذا الخبر مؤلما عليها. هات مرادف نبأ ومضاد إثره وجمع حادث. مرادف يعني معنى، خلي بالك كويس من مرادف والمضاد. مرادف يعني معنى، معنى نبأ طبعا خبر، مضاد إثره، إثره يعني عقب أو بعد، يبقى مضادها قبل. جمع حادث حوادث. 2. لماذا كان هذا الخبر مؤلما على نفس أمل؟ لماذا؟ لأن المعلمة كان لها مكانة كبيرة في قلبها. ما الرياضة التي مارستها أمل؟ طبعا السباحة. أعرف ما تحته خط. وذات مساء تلقت أمل، مين اللي تلقت؟ أمل، يبقى أمل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. اتصالا هاتفيا يحمل نبأ. نبأ هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لقد أصيبت معلمتها في حادث، في حرف جر واللي بعد حرف جر اسم مجرور ماشي، وهنا حادث مفرد يبقى اسم مجرور علامة جره الكسر. حافظ المصريون على الماء، أكمل بمفعول مطلق، نقول حفاظا، حافظ المصريون على الماء حفاظا. نحافظ على الماء نقط على الحياة، أكمل بمفعول لأجله، هي السبب محافظة على الحياة. وبكده إن شاء الله يكون الدرس انتهى. ولو عجبك الدرس اشترك في القناة، وإن شاء الله اعمل شارك الفيديو عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.